مشاهدينا الكرام، أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى رحلة جديدة مع استوديو الجزائر. نرحل فيها إلى الأوضاع على الحدود. إذن لا يزال المغرب يبعث بسمومه إلى الجزائر. في حصيلة لوزارة الدفاع، خلال أسبوع فقط تمكنت مصالح الأمنية من حجز 9 قناطير من الكيف المعالج على الحدود المغربية، وربما الخفي أعظم. مشاهدينا الكرام، سنتعرض إلى هذه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر من خلال نفت هذه السموم والمتعلقة بكميات كبيرة من المخدرات تدخل من حين إلى آخر، ولكن يقظة المصانع الأمنية على الحدود حالت دون أن تصل هذه السموم إلى الجزائر. ولكن لا يمكن الوقوف هنا فقط على الخبر، لابد أن نتعامل مع تداعيات الخبر عن ما وراء الخبر وكل ما هذه المعطيات التي ربما تؤثر على الأمن القومي الجزائري، ليس عسكريا لأن الأمر مفصول فيه، ولكن الأمر يتعلق باستهداف شبابنا من خلال استهلاك هذه المخدرات التي تغزو بعض الأحياء في الجزائر. مشاهدينا الكرام، سنتعرض في حلقة استوديو الجزائر إلى تداعيات هذا الخبر من خلال هذه الحجز أو حجز هذه الكميات والكميات الأخرى التي تم حجزها منذ تقريب شهور. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع يسعدني استضافة كل من الأساتذة. على اليمين أبدأ بالأستاذ عبد الكريم عبيدات، وهو خبير دولي ومستشار في الوقاية الجوارية وكذلك رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب. أهلا بك سيدي الكريم. مرحبا، نشكرك على تلبية الدعوة. شكرا. ويحضر معي كذلك البروفيسور إسماعيل دبش، وهو محلل سياسي مختص في شؤون الأمنية والسياسية. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. ولإطراء الموضوع أكثر، نرحل خارج الحدود من واشنطن عبر خدمة سكايب. ينضم إلينا مصطفى أديب، وهو الضابط السابق في سلاح الجو المغربي. مرحبا بك سيدي الكريم. شكرا لكم وشكرا لضيوفكم الكرام. أبدأ معك سيدي الكريم في هذا النقاش. إذن مصالح الجزائر الأمنية تحجز هذه الكمية الكبيرة، 9 قناطير من الكيف المعالج في خلال الأسبوع. ماذا يريد المغرب بهذه الفعلة؟ والله العظيم أنا بصفتي مغربي يعني وأعتبر الشعب الجزائري شعب شقيق لنا، استحيي يعني وليت بالعربيه الدارجه المغربيه، وليت نحشم نقول انني مغربي. لما كنت في الجيش كانت هنالك عمليه تهريب من الجزائر نحو المغرب. كانت عمليه تهريب، ماذا كان يهرب من الجزائر نحو المغرب؟ كان يهرب الحليب، يعني شيء مفيد للشعب المغربي. كان واحد الحليب سميته لحظه، ما زلت اتذكر اسمه لحظه. كان يتم تهريب البنزين المدعم في الجزائر، كانوا بعض المغاربه او جزائريين يهربونه للمغرب ويستفيدون منه المغاربه بثمن رخيص بثمن بخس، علما انه مدعم من الحكومه الجزائريه، يعني لا حق للمغاربه فيه، ومع ذلك كان يستفيد المغرب. التهريب الذي كان يقع من الجزائر نحو المغرب كان تهريبا مفيدا للشعب المغربي، ولو انه خارج القانون، ولو انه خارج القانون لا الجزائر ولا المغربي، لكنه كان مفيدا للشعب المغربي. الان اصبحنا نعلم نسمع ان المغرب يهرب اشياء نحو الجزائر قاتله، ليست بحليب وليست ببنزين، وليس يحاولون تخدير الشعب الجزائري وتخدير الشباب الجزائري. انا لا افهم، والغريب في الامر ان هذه الامور يقال عنها انها تعود بالمنفعه للدوله المغربيه. اموال الحشيش لا تعود بالمنفعه للدوله المغربيه ابدا، لا يوجد سنتيم واحد يدخل في ميزانيه المغرب يعود من تجارة المخدرات. سيد أديب، حضرة الضابط لو سمحت عذرا عن المقاطعة، هذا منفذ آخر للحوار، سنتحدث عن ربما ممارسات المخزن، هل هو الذي يستفيد من هذه الكميات أم أن أطراف أخرى؟ ابقى معنا في الحوار، سنتنضم إلينا بعد قليل. سأعود إلى البلاطو وبروفيسور إسماعيل دبش. إذن هل ربما ترى أن هذا أمر منهج من المغرب بتسميم الجزائر بهذه الكميات الكبيرة، أم أنه أمر معزول ناتج عن أطراف تريد فقط أن تتاجر في هذه المواد وهذا معمول به في كل العالم؟ ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قطعا ليس معزول، لأن كما تعرف قبل 10 أيام النظام المغربي صادق على تقنين إنتاج القنب الهندي أو الحشيش في المغرب، ولهذا أنا كمغاربي من الجزائر أدعو الشعب المغربي أن الضحية الأكبر
لهذا القنب الهندي والمخدرات هو الشعب المغربي في حد ذاته، ضحية من حيث التخدير، وضحية من حيث كما أشار السيد أديب أن الأموال هذه مهما كانت مبرراتها تذهب لأطراف داخل المخزن على حساب المغرب وعلى حساب الشعب المغربي. لكن أنا مطمئن يا أستاذ، أنا مطمئن ونقول للمغرب اطمئن، النظام المغربي اطمئن بأن المخدرات لن تمر وبسهولة على الحدود الجزائرية كما كان يريد أن يمررها سابقا. إذا تعرف الآن الجيش الجزائري ربما من الجيوش القلائل جدا في العالم التي وفقت في محاربة الجريمة، محاربة المخدرات، محاربة التهريب، محاربة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب. طلع قبل ساعات والجيش قبض على أناس كانوا يقومون بتحضيرات إرهابية داخل في تمرس وغيرها. إذن اعتقادي أن الجيش الوطني الشعبي الآن في الولاية الثانية والولاية في الناحية الثانية والناحية الثالثة متحكم في الحدود وبقوة. كما تعرف كذلك قبل أيام وين الجيش الجزائري في بلدية بني والنيف في بشار فرض الإرادة تاعه وخلى هذه المزارع تاع الوادي العرجة أن تكون فقط تحت السيادة الجزائرية بصفة مطلقة، لأن وجد الجيش فيها أن الجزء كبير من التهريب يمر على هذه البلدية وعلى هذه المنطقة. الآن أنا ندعو الشعب المغربي في الطرف الجهة الأخرى وراء واد عرجة وراء الحدود الجزائرية المغربية أن يتفطن لهذه المؤامرة الخطيرة كبيرة جدا على حساب المغرب قبل ما تكون على حساب الجزائر. الجزائر راهي قادرة على روحها وسوف تحمي حدودها ولن تسمح بالمؤامرة المغربية أو المؤامرة مع أطراف أخرى. ولكن نقول للشعب المغربي خاصة في الموجودين على الحدود الجزائرية كما أشار السيد لبيب أن الجزائر كانت تهرب منها الأشياء الإنسانية والأشياء للتغذية والأشياء للصحة وللشعب المغربي، والعكس غير صحيح. وربما سيصابون فقط يا أستاذ أبو عافية ونتوقف هنا، لازم نعرف بأن السكان الموالين للحدود الجزائرية يحملون النظام المغربي لما وصلت به العلاقات الجزائرية المغربية للحد، لأن الجزائر كانت مصدر ثراء، مصدر تنمية، مصدر تعاون مع سكان المحافظة. وقد شهد بذلك مصطفى أديب وهو مغربي. نعم. وربما هذه الأمور ستصاب بنيران صديقة، لأنه الحشيش سيؤثر على المغرب كما على الجزائر. سأعود إلى الأستاذ عبد الكريم عبيدات، أكيد أنت لك من الباع الطويل في التحليل السياسي والأمني، ولكن لا أريد أن أسألك في هذا المجال، سأسألك في مجال اختصاصك أنت. هذه الأخبار التي ربما اليوم تحدث عن 9 قناطر في خلال 5 أيام فقط، يعني ألا يهزك أنت كمختص في المستشار في الوقاية الجوارية، ألا يهزك كيانك كأن الذي تريد أن تنافح عن الشباب الجزائري وإبعاده عن هذه المخدرات، ما بالنسبة لك هذا الخبر تاع 9 قناطر كيف يؤثر فيك؟ شكرا سي بابي. أولا نقدم كل الشكر والتقدير لكل أسلاك الأمن، الجيش الوطني الشعبي، دارك الوطني، الأمن الوطني، الحراس الشواطئ ورجال الجمارك على كل المجهودات الجبارة اللي راهي قايمة بها في مكافحة الجريمة المنظمة. السؤال تاعك اليوم من كما قال الدكتور دبش، يعني كي نبدا نقارن عسكريين نقولوها على المباشر، عسكريين مستحيل المخزن يقدر الجيش تاعنا، الجيش تاعنا قوي 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 جدا. المخزن دار استراتيجية، نظرا للجيش الجزائري قوي جدا، كيفاش نقدر ندخل في جهة معينة؟ هو شباب الجزائري 70% تحت 30 سنة، أول بلد على مستوى العالم اللي عنده هذا كما نقولوا احنا الكابيتال تاع لي جون قوي جدا. واش ندير؟ نسرب بس المخدرات. اليوم كي ولاو الشباب الجزائريين يتبعوا لا ميتيو تاع البحر، هنا سؤال، هي ما دخلش على البحر باش كنا احنا في الحدود المره هذه راهو تجاوز. ايه ايه دوك ولاو لي جون ارمي كلش باطل. اليوم واش بقينا؟ نظرا احنا عندنا تجربه، نظرا الجزائر نجحت في استراتيجية وطنية وجدة فيما يخص محاربة الكورونا،
لماذا ما نديش نفس العملية استراتيجية وطنية للوقاية الجوارية باش نقدر نحمي هاد الشباب اللي راهم في الواجهة؟ باسكو هاد المصيبة هادية ماشي القيس انسان كبير، شباب كي وصلت هذه المصيبة هادية للنخبة الرياضية، وصلت الأسرة، وصلت اللي يقرأ اللي ما يقراش، اللي يصلي اللي ما يصليش، نقول رانا في خطر. ولكن كما قلنا هذه جاء الأسبوع اللي فات ما نبقاش دوكات غير نديرو لي كونستابرك. حان الوقت، حان الوقت باش تكون تجنيد وطني، خاطرش المخدرات ماشي غير أفير تاع الجهاز الأمني. كل شعب الجزائر لازم يتحرك، كلها يتحرك. دوك نبقى غير نتفرج، هو زاد ما علينا، هو رامي باطل على بالك باللي ارمي عندنا خاسر، يعني البحر يرمي، الحدود يرمي، كلش باطل، ونبقاو نتفرجوا. لا، حان الوقت وين كيما نجحنا في الاستراتيجيه تاع محاربه الكورونا، ورا الله يبارك لنا اول بادع على مستوى العالم اللي درنا يعني رقم قياسي لا باس به. كيما نقدروا نديروا اليوم تجنيد وطني، خاطرش لا دروك سي لافير دو تو الموند، ماشي لافير تاع سيفي سكيورتي برك. شكرا لك سي عبيدي عبيدات. اعود اليك مصطفى اديب، هل ما زلت معنا؟ نعم انا معك. نعم، اذا سيدي الكريم، هل ترى انه المخزن عنده استراتيجيه لادخال هذه الكميات؟ يعني ماهيش كما قال البروفيسور هنا في الاستوديو، الامر مش معزول، يعني الى اي مدى واش حاب يوصل ليه؟ يعني اذا كان الجزائر وضحت موقفها، اذا كان يحكي عن الصحراء الغربيه الامور واضحه، هذه قضيه تصفيه استعمار وهي ضمن الامم المتحده، يعني كل اللوائح الامميه تدعو الى انه قضيه الصحراء الغربيه قضيه تصفيه استعمار، والجزائر لا دخل لها ولا ناقه لها ولا جمل. هل ربما حين تاكد المخزن ان الامر محسوم فيه امميا راح يمشي الى هذه العمليه وهي ضخ كميات كبيره من قناطير من هذه المخدرات؟ واش الى اين يمكن يوصل؟ يعني انت تعرف النظام المغربي ونظام المخزن، هل يقدر يعني يمشي في هذا المسار او انه لازم يتوقف لانه كل الامور ضده؟ شكرا. اولا مع احترامي للناس اللي كيستعملوا مفردات المخزن، نحن كمعارضين للنظام القائم بالمغرب لا نستعمل كلمه المخزن، نحن نستعمل كلمه النظام، لان كلمه مخزن يستعملها مع احترامي للاجانب والضيوف اللي ما عارفينش بالضبط اش واقع في المغرب، كلمه مخزن يستعملها اشباه المعارضين للنظام حتى يستطيع النظام ان يضبب المشهد. فلما نتحدث عن مخزن، المغربي لا يفهم ما هو المخزن، ولا يمكنه رفع دعوى قضائيه، ولا يمكنه مقاضاه اي حد او متابعته. في حين لما نتحدث عن النظام فنحن نحدد من هم رجالات النظام، بدءا من الملك الى اخر موظف ثاني. اذا لذلك حنا نستعمل مفردات النظام وليس المخزن. نعم معك حق، الصحراء الغربيه موضوعها محسوم منذ السبعينيات. يعني لما قامت المعارضة ولما قام المقاومون الصحراويون بمناهضة الاحتلال الإسباني، الملوك المغاربة والنظام المغربي لم يساعدهم ولم يكن هناك. وحتى لما راح يتفاوض من أجل تمويه الشعب أنه قد تمت رفع الحماية على الملوك، للناحية حماية ملوك مش حماية شعب، لما راحوا يمثلون تلك المسرحية في أكسلينا وسانت لو وباريس والرباط، لم يتفاوضوا عن الصحراء، لم يقولون أننا نريد الصحراء، ولم يقولون أنهم يريدون بشار وتندوف وراء وهران وما نعرف الصحراء الشرقية أبدا. كانوا يتحدثون على هذه الحدود الموضوع الآن. المشكل عند النظام القائم في المغرب هو أن الصحراء بدأ يتضح أنها سوف تروح من يده، سوف تذهب من يده، والحل الوحيد الذي يملك النظام هو إيجاد كجميع الدكتاتوريات في العالم، هو إيجاد عدو خارجي. حتى ولم يكن عندك عدو فإنك تخترعه، فإنك تصنعه. لذلك هو يحاول اختلاق المشاكل مع الجزائر حتى يعلق عليها فشله في الصحراء الغربية. وهذا ماشي الذي يريد أن يعلق فشله على الشعب الجزائري، بل يحاول أيضا تدمير الجزائر حتى تكف عن مساعدة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكما سبق لي وقلت هذا من شيم الجزائر ان الدستور ديالها يقول بان الشعب الجزائري يساعد الشعوب في تقرير مصيرها، وهي من الدول القليله العربيه التي تنص على ذلك، وهذا شرف كبير للشعب الجزائري. شكرا لك مصطفى اديب، ابقى معنا. عود الى بلاطو بروفيسور، ما تشوفش باللي انه مساله المخدرات يعني نبقى نعاني منها ما دام قضيه الصحراء الغربيه لم يتم الفصل فيها؟
حقيقة الجزائر عندها موقف ثابت ولن تحيد عنه، هذا مش من اليوم، هذا مكرس حتى في الدستور أنها تساند القضايا العادلة، ما تدخلش في القضايا الشؤون الداخلية للدول وتعترف بقرارات الأمم المتحدة. السؤال نتاعي، إذا كان ما زالت هذه الصحراء الغربية القضية نتاعها مطولة، يعني احنا رايحين ندفعوا الثمن نتاع هذا التمرد المغربي وهذا كما نقولوا الصلف المغربي بأنه كل مرة يبعث لنا هذه السموم. أولا نأكد شيء، أن الجزائر دعم قوي للشعب المغربي. من خلال ماذا؟ أكبر علاقة اقتصادية الآن للجزائر في إطار تجسيد مشروع اتحاد المغرب العربي هي مع المغرب. عندنا علاقات تقريبا 3 مليار دولار سنويا. معنى الجزائر لها تكامل مع الشعب المغربي ومع مع مبادئ اتحاد المغرب العربي ومع بناء طريق السيار هو لتعزيز المغرب العربي. وبالتالي أن الجزائر لها هذه المقاربة حتى مع تونس، بدل ما تمرر أنبوب الغاز على القالة تمرر فيها على تونس حتى تستفيد منه تونس، وبدل ما تمرر أنبوب الغاز على بني صافي تمرر فيها على المغرب حتى تستفيد المغرب. معناها النية الجزائرية نية إيجابية تجاه المغرب وتجاه الشعب المغربي. وكما أشار السيد أديب أن النظام المغربي يريد أن يتبع سياسة الهروب الأمام ويحمل الجزائر فيما هو فشل فيه. فموضوع مثلا قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، أولا الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 دولة كلها تقر بأن لابد أن اللجنة الرابعة الموجودة في الأمم المتحدة هي التي تدعو إلى تصفية الاستعمار عبر اختيارات عبرت عنها جبهة البوليزاريو. ما هي الاختيارات؟ حتى اختيار ترامب اللي هو أن السيادة المغربية. وبالتالي الشعب الصحراوي وش يقول؟ البوليزاريو أنه وافق على 3 اختيارات، تبعية الصحراء الغربية للمغرب، الاستقلال الذاتي أو الاستقلال التام، بصح بشرط نتركها للشعب الصحراوي يقرر مصيره. هذه هي الشرعية الدولية. مجلس الأمن عندك فيه بريطانيا أمس أكدت أن اللي هو عضو في مجلس الأمن، عندك بريطانيا الصين وروسيا يؤكدون على أنه لابد حتى في الاتحاد الأوروبي لابد من الرجوع إلى المينرسو والذهاب إلى مبادئ المينرسو اللي هي تنظيم الاستفتاء. الدول الأخرى التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية بما فيها المغرب هو موجود في الاتحاد الأفريقي مع الجمهورية العربية الصحراوية، ودخل الاتحاد الأفريقي بناء على اعترافه بهذه الجمهورية. إذا المغرب الآن ما هو يقوم به؟ هو يقوم بأشياء سياسة الهروب إلى الأمام ولا يريد أن يتجه إلى الحلول. الحلول واضحة، لأنه يلعب للأسف على الأنظمة العربية. يا بروفيسور، هو ربي يسهل عليه، نحوسوا على المشكلة تاعنا احنا. إذا كان علاه نبقاو احنا في هذا الأمر هذا؟ احنا لازم دوك حل، يعني إذا الحل واجد، الحل جاهز. نبقاو دوك احنا تحملوا العبء هذا. الصحراء الغربية فصلنا فيها هي قضية استعمار، ولكن احنا كيف نتخلصوا من هذا السموم اللي توصلنا؟ أي 9 قناطر مش كيلو ولا زوج. هي للأسف الشديد جدا أن حكومة مغربية ونظام مغربي يفترض أنه يخضع للمنظومة الدولية في إنتاج القنب الهندي أو غيره لأسباب صحية، مش هو اللي قرر. هناك تنظيم مخابر عالمية معتمدة في العالم التي لها الحق في استعمال القنب الهندي أو بعض المخدرات لأسباب صحية، مش النظام المغربي يغرسها كحشيش وكمزارع ويتركها للتصدير. ولهذا النظام المغربي ماذا يصدر؟ أنا كنت عشت في جلسة ما في ويلتون بارك في بريطانيا في لندن، درت محاضرة وكان أحد المغاربة حاضر يصدر، وكأن الجزائر تغلق في الحدود على النظام المغربي على المغرب لأسباب اقتصادية ولأسباب غير إنسانية، ولكن الجزائر هي تغلق في الحدود بسبب أنه يجب أن يوقف إنتاج المخدرات والسماح بتصديرها. ولهذا عندما المغرب رفض ذلك الجزائر الآن اتخذت قرار. عندنا 1560 كيلومتر مع النظام المغرب، مع المغرب. هذه 1165 نأكد لك مراقبة إن شاء الله بجدية من طرف الجيش الوطني الشعبي، من طرف الناحية العسكرية الأولى الثانية والثالثة،
واعتقادي ان الجيش الان ليس فقط عدد جيوش، هناك لوجستيكيه كثيره. ان النظام المغربي فشل، وبالدليل كما ذكرت انت في البدايه انه تسعة اطنان تم حجزها قبل، معناها الان على الشعب الجزائري ان يطمئن ان النظام المغربي لن ينتصر بغرس السموم في الجزائر. قبل ما نخرج الفاصل لان الوقت داهمنا، السيد عبد الكريم عبيدات، ربما هل نبقى دائما نقرأ في الخبر فقط؟ يعني هل لازمنا استراتيجية؟ أنت تكلمت على استراتيجية، ولكن كيف هادو 9 قناطر سي عبد الكريم؟ واش كنا نقولوا دائما؟ ما تبقى استراتيجية غير كلام برك، لازم ترجعية تخرج في الميدان، تخرج في الميدان. هادو شباب، هادو شباب كيما راح نعطي رقم، يقولوا عندنا 600 ألف مدمن، ولكن ما كان 600 ألف مدمن، كان أكثر من 600 ألف مدمن. دوك نبقاو غير نتفرجوا برك، نديروا غير الستاتيستيك، هاي دخلت هاي خرجت هاي دخلت، لا، حان الوقت وين؟ ماشي وزارة واحدة، الحكومة كاملة تجند روحها مع المجتمع المدني ومع الأولية باش نقدروا نسطروا استراتيجية وطنية للوقاية الجوارية. واش حاب يقول الوقاية الجوارية؟ طونك راني بعيد على المستهلك، المستهلك راهو في خطر، أنا نسي بعد المستهلك على المروج. طونك المروج راهو قدام المستهلك، ما نديرو حوار، ما نديروش حوار. المشكل دوكا كيفاش نقدر من بعد المستهلك على المروج؟ المستهلك هو شباب، حنا عندنا بعد نتكلموا عليها، انا نشوف واش يعني واش راهم يجونا يعني في المركز تاع بوشاوي، شباب تسيبو بريمير اني يونيفرسيتير دوزيام اني يونيفرسيتير، لحالة تخوش. سنفصل في الجانب الوقائي، ولكن ربما سيكون لنا حديث في بعد الفاصل حول هذه التداعيات لهذه الكميات الكبيرة المحجوزة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من استوديو الجزائر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال هذه الحلقة من استوديو الجزائر، التي نناقش فيها هذا الموضوع المتعلق بحجز كميات كبيرة تقدر بـ9 قناطير من الكيف المعالج على مستوى الحدود المغربية، وهذا بفضل يقظة المصالح الأمنية في حصيلة لوزارة الدفاع الوطني تحدثت عن هذه الكمية المحجوزة هي خلال أسبوع فقط، إضافة إلى توقيف تجار المخدرات على الحدود. لمناقشة هذا الموضوع وتداعياته يحضر معي دائما الأستاذ عبد الكريم عبيدات، وهو خبير دولي ومستشار في الوقاية الجوارية ورئيس منظمة الوطنية لرعاية الشباب. أهلا بك من جديد. شكرا. وكذلك أرحب من جديد بالبروفيسور إسماعيل دبش، وهو مختص في التحاليل السياسية والأمنية. أهلا بك. ومعنا دائما عبر خدمة سكايب الضابط السابق في سلاح الجوي المغربي مصطفى أديب. أهلا بك سيدي من جديد. أهلا بك. قبل أن تغادرنا ونتركك لشأنك، لأن الوقت بيننا وبين واشنطن متغير تقريبا 6 ساعات، سيدي الكريم، ربما ماذا يوقف أو من يوقف النظام المغربي على وفق تصريحك وتعبيرك لا تريد الحديث عن المخزن، على النظام المغربي من يوقف هذا الصلف المغربي؟ الحشيش يزرع في المملكة المغربية، يصدر إلى الدول الجوار، الجزائر تعاني من هذا المشكل، لا يريد حل أممي في الصحراء الغربية، إلى متى يبقى هذا التمادي في نظرك؟ يمكن أن نقسم الموضوع إلى شطرين، داخل المغرب ثم تهريب المخدرات. داخل المغرب لا حل أمام الشعب المغربي من غير الثورة، يجب أن تقوم الثورة ويجب أن يقلب هذا النظام وأن يسقط، لأنه خطر على الشعب المغربي وخطر على جيرانه وخطر حتى على المنتظم الدولي. نحن نرى أن المافيا الحاكمة في المغرب تتدخل في عدة أشياء بعيدة عنها كل البعد، مثل ليبيا، مثل اليمن، مثل العديد من الدول يتدخل فيها هذا النظام الذي صار فعلا يشكل خطر حتى على المنتظم الدولي. ولكن هذا شأن يجب على المغاربة أن يتحملوا مسؤوليتهم فيه وأن يقوموا بما يجب القيام به من أجل إسقاط هذا النظام، كما أسقط جميع الأنظمة الدكتاتورية الملكية في العالم منذ زمن. الشطر الثاني هو كيف تحمي الجزائر نفسها. أنا أظن أن لا حل آخر سوى تطبيق القانون. أي مهرب يتم ضبطه على الحدود المغربية الجزائرية المرسمة والواضحة منذ سنة 1972 يجب أن يتم محاكمته وأن يكون عبرة لمن اعتبر. لا يجب التسامح مع هؤلاء المهربين الذين يخدرون بسموم، لأن هذا الحشيش ليس بحشيش طبيعي، حتى
لانه لو كان حشيشا طبيعيا لقلنا انه كسائر الدول مثلا هنا في الولايات المتحده فيتم تقنينه وتدخينه بكميات قليله كما يقع في هولندا وكذا، لكن الامر هو انه ليس بحشيش طبيعي، هو معالج، ولما تتم معالجته فتتم اضافه اشياء سامه له، وهو يصبح خطر على الدماغ وعلى مخ مستهلكه. لذلك يجب على السلطات الجزائريه في نظري ان تتعامل بصرامه وان تعطي امثله لهؤلاء المهربين الذين يتم ضبطهم على الحدود حتى يكونوا عبره لمن يعتبر. عندي نقطه اخرى بغيت نرجع لها على اغلاق الحدود، يجب ان نضعها في سياقها، لان اغلاق الحدود الذي بادر الى المشكله ليست الجزائر، الذي بادر هو المغرب. المغرب هو من طالب بالجزائريين ان ياخذوا التاشيره قبل ان يدخلوا الى المغرب، ونحن نعلم ان الحدود الجزائريه المغربيه هي حدود تعمرها عائلات لها رجل في المغرب ورجل في الجزائر، يعني كانوا الناس يقطعون الحدود يوميا بين الجزائر وبين وجده ووهران وبين على طول الحدود الشريطي، كانوا الناس يتعايشون. الذي قام بخلق المشكل هو المغرب الذي فرض التأشيرة على الجزائريين، وردة فعل الجزائرية هي ردة فعل منطقية، والذي يدفع الثمن هو الشعب المغربي. شكرا لك سي مصطفى أديب على هذا التدخل. أعود إلى بلاطو بروفيسور إسماعيل دبش. مصطفى أديب الضابط السابق في الجيش السلاح المغربي تحدث على سؤالي أو أجابني بشقين، قال أنه لابد أن تقوم ثورة في المغرب، هذا أمر شأن داخلي لا نعلق عليه، نعلق على الجزء الثاني. إذا كان الجزائر يعني كل مره تستقبل هذه الكميه، هل لابد نبدل في استراتيجيه ولا نبقى فقط احنا نحكموا هذ الناس للمهربين وخلاص؟ في نظرك ما هو التحليل الامثل؟ لا، هو اولا المسؤوليه ليست المستهدف ليس الجزائر فقط، مستهدف هي الدول الاقليميه والدول الاوروبيه والغرب بصفه عامه. نتاسف كثير ان الدول الغربيه بصفه عامه عندما تكون أشياء ربما تضييق إعلامي أو يتهمون دول بالتضييق الإعلامي وغيرها بالديمقراطية، وعمل خطير مثل هذا اللي هو الحشيش كيف المعالج الذي يشكل خطرا، كما تعرف أنها ملايير دولارات تصدر من المغرب إلى أوروبا، وملايير دولارات تصدر من المغرب إلى إفريقيا ومن الشرق الأوسط، وهذه تشكل عمل للأسف عمل غير إنساني لأنه يمس بالإنسان، وعمل غير ديني وغير إسلامي لأن النظام يدعي الإسلام والحكومة تدعي الإسلام، وتعتمد هذه الحكومة التي هي حكومة إسلامية تعتمد تقنين القنب الهندي والكيف المعالج وتصدره للدول الإسلامية. لهذا ندعو الدول الإسلامية والدول العربية التي تزكي مثل هذه ولا تزكي دولة مثل دول مثل الجزائر التي ترفض الحشيش وترفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وترفض كذا. هذه المفارقة أنا لا أفهمها لا من الطرف الغربي ولا من طرف الدول العربية والدول الإسلامية. بروفيسور، يعني هل في القانون الدولي وأنت مختص في هذا الأمر يعني فيه بإمكانية أن نرفع دعوة قضائية ضد النظام المغربي؟ لأنه يعني الأمر أصبح بالدليل يعني والحجة والدليل. طبعا هي يفترض أن المدعي العام في المحكمة لاهاي أو كذا عنده أمامه يحرك قضايا دعوة يحرك دولية. دعوة ليس يحرك دعوة، حكومة رسمية تاع النظام المغربي أكدت أنها تنتج القنابل الهندي. يا سيدي يحرك دعوة ويشوف، لأن الموضوع كما أشرتك سابقا لست متخصص في المخدرات، لكن اللي نعرفه هناك مخابر معتمدة من المنظمة الصحة العالمية هي التي تشرف على عملية ما هو الذي يجب أن يكون صحي وغير صحي، وليس حكومة في المغرب تقرر أن تزرع الحشيش لأهداف سياسية وتريد أن تمس بالأمن الإقليمي للدول معينة باسم الطب وباسم كذا. هذا عمل خطير جدا ليس فقط على الشعب الجزائري والشباب الجزائري، بل حتى على الشعب المغربي في حد ذاته. سيدي الكريم، وأنت مختص في هذه الوقاية الجوارية، كاين واحد المصطلحات تمر هكذا ومرات كلخنا كما يقولوا، الحشيش ربما لأسباب علمية ولأسباب طبية، الحشيش موجود في أمريكا، الحشيش مقنن بقسط يعني قليل. هل هذه المفردات وهذه الكلمات احنا تخلينا الشباب يقول لك الناس كاملة ديرها وروحهم ممكن نزيدوا احنا في الطعمة الكبرى، ما رأيك؟ سيك المصيبة ما بقاش في الحشيش، مصيبة رأي في الحبوب المهلوسة، ها المصيبة رأي كبيرة. احنا رانا عندنا كيما نقولوا حنايا رانا نحاربوا في دفرون، تحارب الحبوب
وتحارب الحشيش. نسمع له البارح تيما قال لك المجموعة تاع النواب برلمانيين تاع المغرب راحين يصوتوا على مشروع باللي هذا الحشيش حبوا يخلقوا له واحد الجو باللي يعود ثيرابيوتيك، علاج نفسي. اليوم نشوف انا لا 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 يعني هذا المصيبه هذه تاع المخدر بصفه خاصه باش يكون عندنا علم شحال يتوزن في العالم هذا يعني في السوق العالمي الاقتصادي، انت في بالك شحال يدير السمه تاعها كلاسة روحها دوزيام بوزيسيون في الرتبه الثانيه، تجي البترول يجي هي ومن بعد السلاح. شحال دخل؟ 500 مليار دولار سنويا راه يدخلون في كل العام. زيد قالك الامم المتحده اللي يسموها حنا لونو شحال يتصرف باش تحارب؟ 50 مليار سنويا. شوف شحال تدخل المصيبه هذه هي شحال تحاربوا وشوف شحال حاربوا المغرب الريف تاعها هذا راه يجيب لنا هذه المصيبه هذه شحال يدخل سنويا؟ 10 ملاير سنويا الريف اللي راهو يتفحدنا. يعني الناس اللي قارنوا سمحني يقول لك الاقتصاد تفضل تفضل معك 10 ملاير ما تروحش للريف تروح للتجار المخدرات بعدد قليل. الشعب الريف شعب ضحيه هذا هو السؤال ربما بصيغه اخرى. سي عبد الكريم عبيدات يعني كاين الناس اللي تغناو يقول لك حنا المروك خير منك تهضر معه يقول لك لو كان تروح المروك تشوف يعني حاجه كبيره الرباط والدار البيضاء وهذيك الاقتصاد يعني هل الاقتصاد مبني على هذا ما اقتصاد كيف دوك نتايا يعني وكان ما تهضرش ما تعمرش وكان ما تضحكش ما تعمرش وكان ما تمشيش ما تعمرش وكان ما تقراش ما تعمرش لا ما كاش بنا هذه هي. هذا حرب نفسي لا نحكموا الجانب الاقتصادي إيه؟ المروك خير من الجزائر في امور يعني كاين الناس يوهم في الحوار كي تهضر معاه يقول لك الجزائر ما عندهاش اقتصاد كيما المغرب إيه؟ هل يعني المخدرات اللي ساهمت في الامر هذا المخدرات المغرب لقى الاقتصاد في المخدرات احنا ما نوصلوش كيما هادو احنا ما كنش نوصلوا كيما هذه المغرب لقى الاقتصاد واش قلت لك 10 ملايير سنويا يجيبهم من على المخ وراهم يفكروا في خطه جهنميه هادو لي ديبيتي تاعهم باللي رايحين يطولها طابع كعلاج يسمى بالرمية ثيرابيوتيك فدير يهرب من علاج نفسي يعني. هذا هو الشيء كيف راح تقول له زيد قانيك دوك المصيبه الكبيره الشيء اللي يدخل فينا هنايا ما راهش يدخل هذاك الكيف تاع المغرب راهو كيف ثلاثه اربعه خمسه انواع مربوطين في نوع واحد هنا راهو الدونجي. حنا بكري 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 حنا ما نشفاوش بكري كانوا الناس يتكيفوا كيف ما يقولوش معالج كيفوا خلاص سي عبيدات والله ما نعرف القديم ما نعرف الجديد إيه؟ واصل دروك الدونجي وراه راهم يلقموا اربعه خمسه سته انواع في نوع واحد. المغرب راهو يدير هكذا حنا ماهوش يجينا كيف تاع راهو يعني كيما نقولوا حنايا يخلطوا ثلاثة كاليتي في كاليتي واحدة. وهذا ما أكد عليه المخبر تاع بوشاوي قال لك لقينا 20% إيه؟ من المادة السامة بخلاف 7% خلال 2013 والسامة هذه واش دير؟ إنسان كيف واش راح يصرى له؟ ماشي في ساعة الجهاز العصبي تاع الإنسان تاع الشاب باسكو أنا رانا نعانيو من 15 سنة إلى 35 سنة الجهاز العصبي تاع الشاب في ساعة يتبدل ما تعرفش وليدك ما تعرفش وليدك كيفاش يفكر ما تعرفش كيفاش يفكر الور الكيف راهو يجي بطل البحر راهو يرمي باسكو حنا الحدود مغلوقه كيما قال لك دكتور الدبش الحدود مغلوقه كيما حب الخطر دوك هاد هاد الناس الله غالب ربي يهديهم واش راح نقول لهم ربي يهديهم وصبوا الحل ربي البحر. نعاود نرجع لك بروفيسور يعني ما نشوفش باللي انه فيه تواطؤ دولي كذلك مع المغرب على بالهم بهم وساكتين على بال هذه المصيبه وساكتين يعني اكيد ان هناك تواطؤ دولي مع ما لم اسمع حتى الان ادانه للحكومه المغربيه التي تبنت زراعه الحشيش بل بالعكس الاعلام الغربي بصفه عامه وبعض الاعلام الاوروبي حتى لا نعمم أدى بهم إلى أنهم يوجهون أشياء غير طبيعية لأن الجزائر أخذت هي كلها عندها موقف سياسي. الجزائر أخذت موقف ضد التطبيع ليس في حد ذاته. الجزائر أخذت موقف إيجابي
لأنها التزمت بكل القرارات تاع القمم العربية منذ مؤتمر لبنان بأننا لا نعترف بإسرائيل إلا إذا رجعت الحدود 67 واعترفت بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. هذه المبادئ متفق عليها بما فيها النظام المغربي وكل العالم والشرعية الدولية. هذه الأشياء هناك عناصر من الكيان الصهيونية هي التي تدفع في عناصر داخل المنظومة الأوروبية وداخل الغرب حتى يريدون مهاجمة حتى دول مثل ألمانيا. كتعرف مؤخرا ألمانيا دخلت في صراع مع النظام المغربي لأن ألمانيا تبنت موقف في إطار الشرعية الدولية يفصل ما بين الصحراء الغربية والعلاقات ما بين المغرب وكذا. لهذا أنا أرى بأن المنظومة الدولية الآن المنظومة الأوروبية بالذات التي هي دائما تثور عندما تكون هناك مشكل وتميل أكثر للنظام المغربي، نحن نقول لهم لا تميلون لا للجزائر ولا للنظام المغربي، وظفوا المنطق الواقعي في إطار القانون الدولي في إطار الشرعية الدولية. القانون الدولي يحرم زراعة الحشيش، إذا أنتم تحركوا وحاولوا إدارة هذه الحكومة التي تنتج حارس. المنطق الإسلامي أن الحشيش حرام في الدين الإسلامي، أيها المسلمين تحركوا وأدينوا هذا زراعة الحشيش، وكيف تزكون حكومة تزرع الحشيش وتنتقدون دولة مثل الجزائر التي تقف مع الإسلام ومع توجه القيم. إذا هذه نعم. السيد بروفيسور رح نعطيك سؤال وشوية قوي. نعم. نتمنى الإجابة تكون. هل ترى أنه بعض الأطراف حقيقة في الجزائر يعجبهم هذا الحال، هذا الكيف هذا اللي داخل للجزائر وهذا الاستهداف يخدمهم هما؟ أنا أعتقد تجار المخدرات معروفين، تجار ما عندوش جنسية وما عندوش، تجار المخدرات في العالم يعرفها الأستاذ عبيدات مليح، ما عندهمش جنسية وما عندهمش مبادئ، الدليل أنه يتاجر في المخدرات، وبالتالي المستفيدين المخدرات ما تعجبهمش المواقف تاع الجيش والرقابة تاع الجيش والإدانة تاع الجيش وخطابنا، ما يعجبهمش، ماذا بهم المخدرات تدخل وتتوزع وكل جميع أنواعها، وفي النهاية الذي يستفيد هما أطراف معينة فقط بالتواطؤ مع أطراف أخرى في على حساب الشعب الجزائري وعلى حساب الشعب المغربي. ولهذا نقول بأن هذه الأطراف يبدو لأن يعني لاحظ الجيش الوطني الشعبي بدأ يقوم بتحييدها، يعني لما اليوم يحكم نظن عشرات التجار تاع المخدرات تم القبض عليهم، لا أعتقد أنهم سوف يطلقوا ولا سيطلقوا صراحة، بل سيتابعون ويدانون. راح نلخص لأن الوقت راح يداهمنا. دكتور سي عبيدات عبد الكريم، هل نبقى دائما هذا الندد ونحصي هذه السموم؟ في نظرك انت واش هي الاستراتيجيه الحقيقيه؟ ما نبقاش نقولوا استراتيجيه، نقول لي ممكن مراكز ممكن كذا، ولكن الوقت استراتيجيه الوقت وطنيه، هل لازم في المدى القصير نتخذوا اجراء؟ حلو. اول حاجه اللي نقدروا نديروها هما نحميوا المؤسسات التربويه. ايوه اللي راهي فيها هذا البريمير وهذا المويا والسكوندير حتى اليونيفرسيتي، باسكو المصيبه راهي قدرت تدخل تما. هذه كيفاش نحميها؟ هذه نحميها ماشي بالهضره، نحميها ماشي بالستاتيك، نحميها بالعمل، لازم نكون واجد في العمل، باسكو هاد المخدرات ما تبقاش في بلاصتها، تتنقل في كل دقيقه ماشي كل في ساعه. واش قلنا الاسبوع درناها كيف؟ حنا عندنا واحد الطبيعه هنا في الجزائر نحارب هذا المصيبه يوم 26 جوان، هي ما تستناناش يوم 26 جوان، هي في كل دقيقه راهي. هذه واحده. ثانيا نركز على المساجد، نركز باسكو داخل الجامعه شكون كاين؟ كاين الاب، كاين الام، كاين الاب، كاين وربما كاين المعني بالامر او تم. هذه حاجه. كذلك نقوي المراكز تاع العلاج، ما عندناش مراكز علاج، نقولها بكل صراحه، عندنا مراكز داخل سبيطارات والشباب يرفض باش يدخل داخل السبيطار. يعني نحل قوس، لا شفت شاب بلي يحب يدخل داخل السبيطار عرف بلي راه يحوس على الماده، لا شفت شاب بلي يرفض السبيطار عرف بلي راه يحوس على العلاج. حنا مركز تاعنا تاع بوشاوي راهو يستقبل يوميا 50 شاب، كي نقول شاب شابه بالزوج. نعم. احنا انا فرحانين بهذا الاراده القويه ونشكرهم على المباشر على الاراده القويه والرجوله اللي جابوها لنا. يقول لك انا حبيت نحبس خلاص عاونونا. ولكن مركز واحد يا سي بوعافيه، مركز واحد على مستوى بوشاوي ما يكفيش، لازم في كل ولايه نحلوا نفس المركز باش نقبسكو. هذه قضيه تاع المخدرات سي قضيه الجميع، واحد ما وسالك المغرب ما راهش يخليك ترونكيل، ما راهش يخليك ترونكيل. عسكريين ما يقدرلكش، راك قوي عسكريين ما يقدرلكش، عندنا رجال الله يبارك. ها واش راح يدير لك؟ راح يحاربك بسيكولوجيا. قال انا عندهم شباب
واش ندير؟ نبدا ندبدب في الرصاد تاع شباب. كي يدبد لك انت شاب واش راح دير به؟ ما يقدر يقرا، ما يقدر يخدم، ما يقدر والو غير طبع المخدات مخدات مخدات مخدات. وزيد قال لك كما قالها الدكتور دبش، كاينه واحد المساله مليحه نقولوها، هذا التجار المخدرات نسميهم انا تجار الموت، ما كاش اسمات تجار الموت، على هو ما يستعملهاش، على ما يتكيفهاش باش يبقى صاحي يخدم، على ما يعطيهاش لولادو، على ما يعطيهاش صحابو، يعطوها المساكن هذوك اللي وصلت الفكره. سي عبيدات نلخص معك سي بروفيسور سي اسماعيل دبش، يعني ترى باللي انه هذا الامر ارهقنا سياسيا، ارهقنا امنيا، وارهقنا اقتصاديا، كيف نشوفوا استراتيجيه سي يعني سياسيه باش نوضعوا حد لهذه المخاطر اللي تهدد الجزائر؟ اولا سياسيا الدبلوماسيا، لابد الدبلوماسيا تاعنا تتحرك وترفع دعاوي ضد الحكومه هذه اللي تعتمد رسميا زرع الحشيش بحدودها والذي نجده بالأطنان. من المفروض مباشرة أن نوجه دعوة ضد النظام المغربي بالأدلة وبالصور وبكل شيء موجود، هذا من ناحية الدبلوماسية. من ناحية الأمنية طبعا راح نعزز، طبعا نعزز الحدود نتاعنا بكل القوات الأمنية المتواجدة، وفي نفس الوقت نوجه ندير من الإعلام تاعنا يتوجه للشعب المغربي، لأن الشعب المغربي يجب أن يعرف أن ما يحتج من مخدرات هو على حساب مصالحه. كما أشار قبل السي عبيدات، الريف المغربي ينتج المخدرات، ما يستفدش منها سكان الريف، يستفد منها التجار الموت كما أشار السي عبيدات الآن. إذن على الشعب المغربي في 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 الريف وفي المناطق أخرى أن يثور ضد غرس هذه المادة التي تشكل خطر على الشعب المغربي قبل ما تكون، ويلغي هذا القانون الذي يشرع في بطريقة وللأسف من طرف أمير المؤمنين ومن طرف حكومة إسلامية. للأسف أن من المفروض الدين تاعنا يحرم المخدرات، يحمر الخمر، يحرم كل شيء، فإذا به نجد أنفسنا دولة إسلامية بجنبنا، نظام إسلامي بجنبنا يقوم بأشياء تتناقض مع الدين الإسلامي وتناقض مع الشعبين المغربي والشعب الجزائري. شكرا لك بروفيسور إسماعيل دبش، وأنت المحلل السياسي، على كل هذه التوضيحات والتحاليل. والشكر موصول كذلك لك أستاذ عبد الكريم عبيدات، الخبير الدولي المستشار في الوقاية الجوارية ورئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب، على كل هذه التفاصيل. والشكر كذلك موصول إلى ضيفي من واشنطن عبر سكايب مصطفى أديب، هو ضابط سابق في سلاح الجو المغربي. والشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن تتبعكم لهذه الحلقة من استوديو الجزائر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.